اطلع لبرا. قلت لي استعملي حقك بالصمت، ما فادني يا ابني. النائب يلي مستلم قضيتك أنا حكيت معه، قال لي في شاهد شافك. الكل بيشوف بس اللي بدهن إياه. هي التهمة صعبة، قتل، قتل متعمد. أدي عقوبتها 5، 10، أو 15 حسب سير القضية والإفادات والأدلة الجامعين. لا تحكي مثل الكتاب يا ابني، أنا ما بفهم هيك ولا حتى بدي أفهم. قولي لي، أنت اللي قوصتي على نامق؟ نامق أمير خان، يا ترى أنا؟ هيجيت أوزجور اللي خلصته. أنت رحت بنفسك بستلو إيده لنامق أمير خان، كيف كسرت كرامتك؟ قدي حسيت بالعجز بهداك اليوم، يوما ما أنت قلت حكي وجعنا كلياتنا من جوا، تتذكره؟ ليش برأيك لا تخلص ابنك؟ ما هيك مرة واحدة أنت بست إيده، مرة واحدة بس. أنا كل هالثلاثين سنة بستلو إيده 10 مرات لنفس السبب اللي خلاك تبوسه، مشان ولادي، مشان ولادي. جاوبي على سؤالي. ليش؟ ليش عم تسأل؟ مو قلت إنه مو أنت النائب بهي القضية؟ ليش عم تسأل لكان؟ ليش رقدت وإجيت لعندي بنص الليل؟ نادي زميلك، رح أحكي معه إله، أو بتقلي ليش اجيت لعندي؟ لقلك اذا قوصت عنامق. يلا ابني، يلا قلي ليش اجيت بسرعة بنص الليل لعندي، ها؟ مشان وحدة مرة ما بتنادي لها يا ماما وما بتطلع على وشها وبتحكيها بطريقة رسمية؟ مين هاي المرة؟ ليش؟ قلي ليش اجيت. ما كان لازم نرجع من بولو. ما كان لازم نرجع؟ شو كنا لازم نعمل هنيك يجيت؟ أرملة ولحالة بهالدنيا، ابنها بدار التأهيل من عمره 12 سنة وبقيت مع الاثنين لحالة، شو كنت بتريدني أعمل؟ تعرف شو يعني يكون أرملة وصبية؟ ذنب كبير، وأنت بتعرف هذا الشيء، وكان عقابي عليها كتير كبير. يا ابني، هي ما بتنكتب بالكتب اللي انتو بتدرسوها، ما بتنكتب انها ذنب، ولا بينكتب حتى العقاب فيها. ما لازم نجي، ما لازم نجي، ما؟ وشو كنا عملنا؟ قول يلا لشوف. ما بعرف، ما بعرف، كنا لقينا حل. نحن ضعنا وضع أسرنا وطريقنا يجيت، ما عم تفهم انت علي؟ عم قلك مرة لحالة وأرملة بلا راتب ولا مصاري، ما عنده ولا شي غير البيت اللي نايمين فيه. هدول اللي بيكيوا لما مات أبوك وينهن؟ قالوا حق أخونا نجدت كبير وعنا كل شي بيلزمكن، لهيك لا تخافوا. وينهن؟ اتخبوا قبل ما يخلص 40 يوم على موتة أبوك. ليك رح قلك شغلي، بس لما تسمع رح تقول أي نوع من النساء أنا. رح تشوفني بلا مشاعر، خاينة، رح تقول إنه ما حبيت أبوكن لكن أبداً.
رح أعترف لك بشي مهم جديد. لما توفى أبوك وباللحظة اللي سمعت فيها أنه مات، وقتها ما فكرت أو زعلت أنه مات، بس كنت عم فكر كيف بدي كمل حياتي مع ثلاث أولاد. شفت قدي أنا خاينة، شفت أنه ما عندي كرامة. إيه أمك وحدة كتير خاينة، أمك وحدة ما عندها أي كرامة. مو أجيت مشان هيك؟ مو لهيك ما عم تطلع على وشي؟ جاوبني، مو لهيك ولا مرة ناديت لي يا ماما؟ مو لهيك ما بتنادي لي ماما؟ برافو عليك يجي، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو، برافو، برافو. Oh, my God.